الزور الوادي الجديد. تعلمون حضراتكم ان هذا الطريق هو المنفذ الوحيد اللي بيربط كل محافظات الصعيد للوادي ايه؟ للوادي الجديد. مساحته 230 كيلو. طبعا كلنا نعلم توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والنهضه اللي في جمهوريه مصر العربيه وفاتت توجيهاته وتوجيهات السيد الفريق خالد الدين وزيري، يعني لابد ان تشمل الصعيد، وفعلا الصعيد كان مهمش، لكن دلوقتي انطلاقه كبيره في نهضه وجهات. لما تيجي سفر تشوف واحد من سوهاج عايز يروح الوادي الجديد هيمشي 120 كيلو ثم 230 كيلو. طب هذا الطريق، الطريق ده عليه شغل كتير، شغل كتير بيمر عليه عربيات الركوب، الانابات، العربيات الكبيره، فده يلزم لاستمراره. ده بيعمل ايه؟ ده بيساعد فيه في التنميه، وبيساعد في النهضه، وبيساعد في وجود زحف عماله على الوادي الجديد اللي بيعتمد بالوادي الجديد، والا يتم عزل الوادي الجديد عن باقي المحافظات. كل اللي يعمل في جزيره من عذر على الثاني مش هينفع. فاحنا عايزين ان يتم استيراد هذا الطريق، وده هيقول لنا سعاده الرئيس بسات انسكت لطلب اخر. طلب احاطه اخر هو طلب ان هناك في طريق مدروس، كلام سليم. احنا عايزين ندربه بالخطه، وان كان ادرك بالخطه يبدا التنفيذ فيه ولو على مراحل حتى ينمو صعيد مصر. وده هيقول لنا سعاده الرئيس على طلب اخر، هو طريق سهل جدا 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 ما بين جلجه والوادي الجديد، وهذا الطريق مسافته 112 كيلو. 112 كيلو دول لو اتعقل هذا الطريق شوف هيؤدي لنهضه ايه؟ سهاد، قنا، الاقصر، المنيا، اسيوط، ويبدا ايه؟ تبقى المحافظات متشابكه مع بعض، ويبدا ايه؟ الوادي الجديد طبعا يبقى في زحف عماله على الوادي الجديد، خاصة الوادي الجديد فيها ثروات كتيرة في الأراضي الزراعية وفي المعادن وده. فاحنا عايزين دول الطريقين دول يا ريس، هو طريق ما بين الجلد والوادي الجديد، كلام سليم. والطريق الثاني ازدواج هذا الطريق اللي هو ما بين الخرج أسيوط الخرج الوادي الجديد. فعايزين يتمدد الخطة، إن كان أدرك أي منه في الخطة فلنبدأ إيه في السير في تنفيذ هذه الطلبين. شكرا سيادة الرئيس.